سيد أحمد، هم يتحدثون، لا أعني السيد نضال يعني لكي لا يفهمني خطأ، هؤلاء الذين يبدون تخوفهم من الذكاء الاصطناعي بين قوسين وخصوصا في المجال الفني، يتحدثون عن الفن بتقديس هائل وكأنه كله إبداع وسمو وجمال، 90% من الأعمال الفنية هي أعمال تافهة ورديئة. انظر إلى منصات المشاهدة المدفوعة، يعني مسلسلات بعشرات المواسم ومعظمها تافه ورديء. أقصد أنه الفن أقرب إلى الأرض في الحقيقة وليس هذا التقديس يعني، وربما ينقذنا من هذا التدهور الذكاء الاصطناعي، ما رأيك؟ لا أعتقد يعني أنت برضو رحت لي الناحية الثانية خالص من المبالغة بصراحة في فكرة أن الوضع متدهور جدا يعني، لأن لو إحنا بصينا على المنصات الرقمية ففي قدر كبير طبعا من التفاهة وقدر كبير من المحتوى غير المرغوب واللي حتى المنصات نفسها بتكافحه، ولكن برضو في كم كبير جدا من الأعمال والفيديوهات اللي بتحظى بملايين المشاهدات وهي أعمال هادفة حتى لو كان بيقوم بيها أشخاص. هنا هيجي دور الذكاء الصناعي علشان يخلينا نفرق بقى، لأن في حاجات بتحصل اللي هي الإنتاج منخفض التكاليف، فالناس اللي بتروح للإنتاج منخفض التكاليف اللي هي عايزة بس تحقق مشاهدات، عايزة تعمل إثارة، هيستغلوا الذكاء الصناعي وهيحققوا إثارة أكتر، وده هيكون خطر على المشاهدين. أما الناس اللي هي بتنتج محتوى عميق ومهم وجذاب ومعلوماتي وله قيمة، فهتستخدم الذكاء الصناعي أيضا ولكن لتطوير هذا المحتوى. ولكن المشكلة الكبرى بقى أن الذكاء الصناعي هو مش مجرد هيساعدنا في الإنتاج، لأن فكرة الإنتاج بالتكنولوجيا دي حاجة بتحصل منذ عشرات السنين. يعني أنت أكيد شفت مكنة المونتاج الضخمة بتاعت زمان اللي كانت عاملة قد الدولاب ولا قد الثلاجة. صحيح. دلوقتي إحنا بنعمل المونتاج على التليفون. فده تطور تكنولوجي لا يختلف كثيرا عن الذكاء الصناعي اللي إحنا بنتكلم عنه. الجرافيك اللي إحنا بنشتغل عليه دلوقتي، الجرافيك اللي بيطلع 3D واللي بيطلع الهولوجرام والحاجات اللي بتطلع جوه الاستوديو اللي بنشوفها في القنوات، دي أحد أشكال الذكاء الصناعي. كل دي حاجات مفيدة للمشاهد ومفيدة للصناعة، ولكن المشكلة بتحصل فين بقى؟ لما بيتم الاستغناء عن الموظفين أو يتم انتحال شخصيات الناس. يعني في مثلا على سبيل المثال هذاني أمران مختلفان أستاذ أحمد، مختلفان تماما. مسألة الاستغناء عن الموظفين تعرف تذكرني بنداء السقائين في مصر في بدايات القرن العشرين، حينما بدأت المدن المصرية الكبيرة على الأقل في إدخال المياه بالمواسير يعوض الله على السقايين، لكن ذهبت مهنة السقاء وولدت عشرات المهن الأخرى المعتمدة على تحلية المياه وتعقيمها ونقلها إلى آخره. ده صحيح، وعلشان كده ده مهم جدا، يعني كويس جدا الإشارة لهذه النقطة، وده اللي أشارت ليه التقارير الرسمية سواء اللي طلع من منتدى ديفوس الاقتصادي أو اللي طلع من مؤسسة جولدمان ساكس المالية، أشاروا إلى هذه النقطة. وبالتالي فإحنا لازم نطمن زملائنا اللي بيشتغلوا في مجال الإعلامي والفني، مش هنقول يعوض الله على المصورين ولا أيوة المونتيرين ولا أيوة المخرجين، ما تقلقوش يعني كلنا قاعدين إن شاء الله. هو ممكن يا أستاذ أحمد يعوض الله على المذيعين، متهيألي بعض المذيعين بصراحة عايزين يعوض الله، ولكن في بعض المذيعين متميزين مش هنعرف نستغنى عنهم وعن المشاغبات بتاعتهم. يا سيدي أشكرك شكرا جزيلا والله، لأنك تفتح باب أمل، لأنه من المهن التي صنعت لها بدائل بالذكاء الاصطناعي بعضها يعمل بالفعل في الصين هي مهنة المذيع. هناك مذيعة صينية بالذكاء الاصطناعي.